انا جميعا شفنا الجلسه اللي دازت مؤخرا. على فكره ما كان عندي حتى شي علاقه بديك الجلسه، انا ملفي بعيد كل بعد على ديك الجلسه، ملفي بوحدو. شفنا انه تم تاجيل الجلسه بناء على طلب دفاع سهام باده والاستاذ المديمي، الله يطلق سراحه. اوكي، الى الاسبوع المقبل اللي غادي يكون الحكم النهائي على ما اعتقد، وغادي نشوفوا شنو غادي يكون. وكما كنقول دائما، كلنا ثقه في القضاء المغربي ان شاء الله، وقضاؤنا قضاء نزيه وعادل، قضاء نزيه وقضاء عادل ان شاء الله. هذا هو الجديد، ما كاينش شي جديد، ما كاين حتى شي جديد. يعني بات هذا الموضوع متداول جدا كثير، بزاف وهضرنا فيه بزاف وتداولوه اعلاميا بزاف. انما الان الملف بين يدي القضاء، والقضاء غادي يقول الكلمه ديالو الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. اللي وصلني انه شي وحده اتهمتها بتصوير الجلسه اثناء سير المحاكمه، اوكي، ديال ابتسام باطمه وعيشه عياش وصوفيا ودنيا باطمه، وتم استدعائها للمثل امام الشرطه وتصنتوا ليها، وتم تقديمها ثاني يوم عند السيد وكيل جلاله الملك، وتم اطلاق سراحها بكفاله لعدم اظن على ما اظن عدم ثبوت الادله، او ما نقدرش نفيدك انا، هي اللي تقدر تجاوب فاتني، انا ما كنتش معها. انما هذا المتداول، هذا ما يقال ويشاع. هذا اول شوفي اللي غادي يقول لك دابا شي حاجه بخصوص قضيه حمزه مبيبي، غادي يالف. الجديد هو انه الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله سوف يتم النطق بالحكم، وعاد غادي نشوفوا شنو غادي يكون. بناء عليه نقدر الانسان يطلع، ما عرفنا شنو كاين، الامر بيد القضاء، وايا كان الحكم على فكره، ايا كان الحكم لا سلطه لنا على الاحكام القضائيه. انا شخصيا عييت، كلنا عينا على فكره، باش نزيدك واحد المعلومه، كلنا عينا، الكبير والصغير عيا، الناس المتابعين والمساندين لهذا الملف كلنا عينا من هذا الملف، كلنا عينا، وكنتسناو انه فوقتاش يسالي وكل يمشي قبل شغاله ونشد الطياره نمشي نزيد نقابل خدمتي ونقابل حياتي. انما حنا في انتظار كلمه القضاء، وكما قلت لك لا سلطه لنا على الاحكام القضائيه، وقضاؤنا قضاء عادل ونزيه، وان شاء الله غادي يكون كل خير.